أعزائي مشاهدي اليوم السابع أمام مسجد السيدة نفيسة في انتظار جثمان الراحل الفنان أحمد الحجار. جميع الأقارب والأحباب والأصحاب في انتظار وصول الجثمان، وأدعو له بالرحمة والمغفرة. ذكريات حضرتك معاه، ذكريات حضرتك معاه. صديقي وزميلي وأكثر من أخويا، الله يرحمه ويحفظه. Thank you.
الفنان جمال عبد الناصر يدخل الى مسجد سيدنا تيزا لاداء صلاه الظهر، ومن بعدها صلاه الجنازه على روح الفقيد الفنان احمد الحجار. Thank you.
ما زلنا في انتصار جثمان الراحل الفنان احمد الحجار وجميع الاقارب وعدد من الفنانين يؤدون صلاة الظهر على روح الفقيد. نطلع استناك نطلع على طول ونروح على المسجد. ايوه ماشي، ما احنا قلنا نفس الكلام. هو اي حاجه؟ طب انا طلعت قبل يوم حضرتك. ايوه يا ريس، انا استنى بره ولا اطلع؟ استنى بره عثمان اللي مقطع ولا افتح؟ وصول جثمان الراحل الفنان احمد الحجار. تعالي هنا خدي. يلا يلا اطلع اطلع اطلع. عثمان الراحل احمد الحجار يدخل الى مسجد السيده نفيسه. اعزائي المشاهدين اليوم السابع بث مباشر لنقل عثمان الراحل احمد الحجار ودخوله مسجد السيده نفيسه لاداء صلاه الجنازه بعد صلاه الظهر. بس يا عم العزمام العزمام تكون مسجد الكمامة. التزام بالكمامة حضرات. الله أكبر.
ابن الفنان احمد الحجار يتلقى واجب العزاء امام مسجد السيده نفيسه. ادعوا له بالرحمه والمغفره. سيدات ولا لا سيدات؟ الله